السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما وعدناكم كل يوم حلقة جديدة بمكان جديد، واليوم حلقتنا راح تكون مختلفة عن باقي الحلقات يلي هي مع عمال النظافة. خلوكم معنا. عرفنا عن اسمك. مصطفى محمد شامي. اهلا وسهلا يا عم. كيف هيك عن الاوضاع؟ وضع كويس بس المعيشه صعبه، مي وجار دار وهيك شغلات. الحمد لله مست الله. يعني ايمتى بتطلعوا على الشغل؟ من الستة تقريبا للتنتين الحمد لله، وبنقوم بعملنا كويس وبننظفه احسن ما يرام. يعطيك العافيه. احنا بفقره سؤال وجواب، رح نسالك سؤال اذا عرفت رح تربح معنا. جاهز؟ ما هي أعظم سورة في القرآن الكريم؟ أنا يعني شلون بدي سورة البقرة. طب رح أعطيك احتمالات: الفاتحة، بقرة، فاتحة ولا بقرة؟ أول آية بتجي الفاتحة. برافو عليك، ربحت معنا مبلغ مالي مقدم من جمعية أحياء. تفضل. يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن تعرفنا عن اسمك؟ أحمد محمد علي مشحي. أهلا وسهلا، احكي لنا هيك عن وضعك وعن كيف الشغل. والله الحمد لله، بس والله الراتب قليل يعني شوي. هنا متجوز وعندي أربع أولاد. داري بالأجار. يعني طبعا تحت الميتين تقريبا، ما بدي يعني بالاسبوع بدي شغله 400-500 دولار يعني بالميتين، يعني معنا اجار داري 50 دولار كل شهر. يعني هاي عم بطلع كسر. ايوه تطلع على الشغل كويس. بطلع من الساعه 6 للساعه 3، يعني بعد 3 شهور بدي اشتغل يعني شغله تايلينج. يلا يعطيك العافيه يا رب. نحن بفقره سؤال وجواب، رح نسالك سؤال اذا عرفت رح تربح معنا. تمام؟ جاهز؟ ما هي السوره التي لا تحتوي على حرف الميم؟ كوثر. برافو عليك، ربحت معنا مبلغ مالي مقدم من جمعيه الاهلي. تفضل. يعطيك العافيه يا رب. يعطيك العافيه عمي. انسي الله يسلمك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. علي بالانسي. انت المسؤول عن العمال. احكي لنا ايش وضعهم، كيف تطلعوا، ايمتى بترجعوا؟ والله يا انسي بنطلع نحن الساعه 6 الصباح مباشر شغل، وفي شغل كثير في عندنا في البلد، ومن 6 للساعه 2 الظهر بنضل نشتغل، وإذا طلب شغل بعد الساعة 2 كمان بنشتغل. وأنا شغلنا وهيك، والبلد كبيرة وشغل يعني لأهل بلدنا. والعمال كمان ما بيلحقوا. ضمن معارض مصرية فقط بتشتغلوا؟ ضمن معارض مصرية. كم عامل؟ نحن شي 25 عامل، بس كل عالم بقطاع. أنا على التراكتور معي 3، وتراكتور الثاني 3، وفي تراكتور 2، وعمال حارات. الله يعطيك العافية. عم نحن بفقرة سؤال وجواب، رح نسألك سؤال إذا عرفت رح تربح معنا. جاهز؟ جاهز. ما هي السورة التي تعادل سلسلة القرآن؟ الإخلاص. برافو عليك، رح تعطينا مبلغ مال مقدم من جمعية الأهلي. تفضل. الله يعطيك العافية يا رب. يعطيك العافية. السلام عليكم. السلام عليكم. في مسابقة، إذا عرفت الجواب رح تربح معنا. تمام؟ ما هي أول الصلاة التي فرضت على النبي؟ الحال فينا مستقر والنور العصر وما ظهر، فهل ترى هذا يسر فبدا السؤال. يعطيك العافية. السلام عليكم. السلام. عرفنا عن اسمك. عبد الحميد الرمداوي. احكي لنا هيك عن الشغل وعن الوضع. والله شغال الحمد لله رب العالمين، وبيرك أنا وأمي وأبوي في معنى بالشغل الحمد لله رب العالمين. عم نحن بفقرة سؤال وجواب، رح نسألك إذا عرفت رح تربح معنا. نعم. جاهز؟ جاهز. كم عدد ركعات صلاة العشاء؟ العشاء 4. برافو عليك. والمغرب 3. برافو عليك، رحت معنا. رحت معنا مبلغ مالي مقدم من جمعية الأهلي. كيفك؟ الحمد لله. عرفنا عن حالك. أحمد. من وين أنت يا أحمد؟ مخيم تحت ساكن؟ ايه. حابب تجي لهون؟ ايه. ملكي يعني الصبح يعني بيجي بعد الظهر بس على المدرسة يعني. اليوم دوامك بعد الظهر، بتجي الصبح؟ ايه. وقت يكون دوامك بعد الظهر؟ كيف بتجي؟ بعد الظهر الصبح. برافو عليك. رح اسألك سؤال، نحن بفقرة سؤال وجواب، إذا عرفت رح تربح معنا. جاهز؟ ما هي عدد أركان
الكوسة. برافو عليك. الكيس لبس أول شيء، شو معك بهذا الكيس؟ نايلة. مش قد بتبيع كل الكيس زي مثلاً بس نهار وما بعد؟ يعني بيش كل نهار تبيع. ليش بيطلع مثلاً حق الكيس؟ أنا 20 ليرة. 20 ليرة إيش بدها تساوي هلا؟ أنا زي 20 ليرة ما تجيب غير ربطين. يعطيك العافية. العافية. السلام عليكم. وعليكم. عرفنا عن اسمك. عبد الله نايف. أهلا. أهلا يا عبد الله، حكي لنا هيك عن الوضع، كيف الشغل؟ شغل. متى بتطلعوا؟ شغل كويس، بنطلع من 5 يا تم يا تنتين. الله يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك يا رب. احكي لنا هيك عن الوضع. وضع كويس بس نجيب طبخة يعني ما ندورة وباذنجان. ايش طبختكم اليوم؟ يومين بطاطا. نحن بفقرة سؤال وجواب، رح نسألك سؤال، إذا عرفت رح تربح معنا. إيه. جاهز؟ جاهز. ما هي أطول آية في القرآن الكريم؟ سورة البقرة. برافو عليك، رحت معنا مبلغ مالي مقدم من جمعية أهياء. يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. سلام. الله يعطيك العافية. إيه. عرفنا عن اسمك. محمد عبد الباسط. أهلا وسهلا بك. هنا عم إيش عم تساوي؟ إيش عم تشتغل؟ عبد الليل وما بدها طبخة. كم ولد عندك؟ ثلاثة. الله يخلي لك إياهم. قديش يعني بتلم بالنهار يعني؟ بكشي والله. مثلا إذا أجا نهار وما بعد ما في؟ ما بكشي والله. يلا بعيد. عم رح أسألك سؤال، نحن فقرة سؤال وجواب، إذا عرفت رح تربح معنا. جاهز؟ كم عدد ركعات صلاة المغرب؟ برافو عليك، رح معنا مبلغ مالي مقدم من جمعية أهياء. وترى شباب العمال قاعدين لا شغله ولا عمله. اذا بدي اشتغل بالنار وشغله 30 و40 ورا شغل سنه حرب في 30 وفي 40 في 70 في مشكل بس معيشه سيئه كثير. قال شلون؟ طبعا يعني هلا اذا بدي اشتغل 30 و40 بدي اروح اجيب اخطيك بس ما بتشوف. هاي المعيشه عندنا في المنطقه الشماليه طبعا وضع سيء كثير بالنسبه للعامله. ما في معيشه، معيشه ميته. هلا انا ما طالع 10 دولارات عندي اهلي سبعة انفوس ايش بدك تكفيني؟ انا ولا مرتي ولا اولادي ما بكفيني ايش بدك عيشنا؟ عيشه سيئه ما في طاوله مناطقنا العيشه عيشه سيئه. المنطقه الشماليه سيئه بالكامل. قال شلون لا عيشه للعامل ميت خالص زكي بس لا عايش والفقير عدم خالص.
بالنسبه للعامل خالص بدي ما في اشياء ماليه حصرا كالعامل انه بياخذ 30 درهم هلا هو كان مثلا طبخه لبيته ما خلي ياخذ فيها 5 او كيلو بالضبط كصاحب محل قد ايه طالع مثلا انا اوقات طالع 50 او 100 اوقات بخسر بالالفات انه كافي مثلا 50 لا والله اللي كسب السوق الان فوق ال 10000 الشهرين 10000 ورقه تبني خساره لك بمشي من هون بسوق الان بمشي من هون بقرب من هون لحتى امشي اموري لوين ما الله يفرجها اسعار كل شيء رخيص بس بقى ماده ما في مع العامل سهوله عمله يعني مشان يشتغل يا الله ما في هيك اليوم بيكون انتهت حلقتنا بحلقه جديده ومكان جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.